فارستنا اليوم سلاحها العلم والمعرفة، وشيمتها العمل والإنجاز، تربوية مميزة تغرس في الجيل ما حصدت من نجاح وتمضي إلى إنجاز آخر. نسرين بقاعين سوسنة أردنية فاح عبيرها إلى كل أصقاع الأرض، فمن الكرك بدأت مشوارها حتى وصلت إلى العالمية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفنا اليوم يا عاشر؟ تمام؟ طيب. اليوم رح نبلش بدرس مهم جداً مر معانا بالصفوف قبل هيك بالصف التاسع، والآن رح نعمل له مراجعة قبلية وبعد هيك ندخل في موضوع الدرس. رح يكون درسنا اليوم يتعلق بالزاوية المحيطية والزاوية المركزية. هنا تجيء نسرين في كل يوم حاملة حلماً تستمد قوة تطبيقه من طالباتها اللواتي ينصتن لما تقول ويأخذن عنها العلم بطريقة سهلة وممتعة لأنها صديقتهن المقربة. مرحبا، أنا طالب رأف هواري من طالبات المس نسرين مقاعين، معلمتي في مادة الرياضيات. طبعا أنا بعتز بفتخر إنها معلمتي في مادة الرياضيات، بس حاب أحكي لكم شوي عنها. يعني مس نسرين بالنسبة لنا إنه كيف بدي أحكي لكم، مش إنها يعني معلمة هيك يعني هيك نخاف منها لما نشوفها، لا بالعكس هي مبين إنها كثير معلمة بسيطة متواضعة. وثاني شغلة بدي أحكي لكم عن المادة إنه كيف هي بسطت إن المادة يعني في كل إشي. زمان كنت أنا في الرياضيات يعني كنت أخاف من مادة الرياضيات، يعني ما كنت أحبها كثير، بس لما شفت مس سرين في الصف التاسع والصف العاشر بسطت إلي مادة الرياضيات في كل يعني فهم وهذا وفهمناها. بعدين إنه ما خلت إنه مادة الرياضيات إنه بس حفظ زي ما كان المعلمات يعني سووها، عملت إنه التطبيق مثلاً على وسائل تعليمية، كنا مثلاً نأخذ درس وطبق إنه على وسائل تعليمية، مش إنه بس خلاص أخذناه على اللوح وما طبقنا عليه. وثاني شغلة إنه ما ننسى إنها طبعاً أخذت جائزة نوبل للتعليم، هذا طبعاً فخر إنه اعتزاز إنها أخذت هذه الجائزة، ومش بس إنها بفخر إلها هي لحالها يعني معلمة المادة الرياضيات، هي فخر لطالباتها وفخر لمدرسة الكرك الثانوي، فخر لكل الأردن. هي على علاقة بإيش؟ من اسمها زاوية مماسية، وين هذا مر معانا؟ مين؟ تفضلي رؤى. إنها تمس محيط الدائرة، لها علاقة بمحيط الدائرة الزاوية المماسية، وأيضا بجزء من الدائرة مر معنا إيش اسمه؟ أيضا من اسمها زاوية مماسية. زاوية أحسنتي أحسنتي رهف. يحدثنا أبوها الذي لم تخبره عما يجول في خلدها، لكنه كان يراها منهمكة في البحث والدراسة ويدعو لها الله أن يوفقها. أنا شفيق عواد البقاعين، والد المعلمة الخبيرة المتميزة نسرين شفيق البقاعين، كنت أشاهدها وهي تحضر وتتابع وتكتب وتراسل، بس ما أشعرتني بصورة مباشرة شو اللي بتعمله، بس إنه في إشي بتعمله. حتى طلعت النتائج في شهر، يعني قبل شهرين خلينا نقول، أو قبل شهر، ولا بتقول لي بابا فزت في جائزة عالمية تسمى يعني جائزة خلينا نقول تعادل جائزة نوبل للسلام، اسمها جائزة المعلم العالمية، وحصلت أنا على أفضل واحد من على أفضل 50 معلم في العالم، وشارك في هذه المنافسة 148 دولة أو 150 دولة، وانتقوا منهم 50 وأنا كنت من الأردن الوحيدة. وطبعا زادت يعني ثقتها بنفسها وزاد حماسها لخدمة وطنها وبلدها وطلابها وطالباتها، وإن شاء الله المستقبل أمامنا، ونطمح إنها يعني تكون كمان من المراكز الأولى في الجائزة. إحنا يعني سعداء في هذا اليوم أن نكون مع أختنا وبنتنا نسرين البقاعين اللي بذلت مجهود كبير حتى حصلت على نتيجة متميزة ورائدة يفتخر فيها كل أردني،
وأردنية، لأنه هاي نتيجة المثابرة ونتيجة الجهد، وخاصة أنه جلالة الملك المعظم دائما بيقول ارفع رأسك يا أردني، أي رسالة لكل الأردنيين بأن يكونوا مبدعين ومثابرين ومجتهدين وناجحين من خلال الأعمال اللي بيقوموا فيها، لأن صورة الأردني في العالم بتتعزز من خلال هاي الإبداعات اللي حصلت عليها نسرين من خلال جائزة نوبل للتعليم، جائزة المعلم العالمي، وهاي بعتقد أنها رسالة محفزة للمعلمين ولكل شبابنا وشاباتنا في الأردن أنهم يحذوا هذا الحذو ونعزز ثقافة العمل والإنتاج بحيث نغدو متميزين على الصعيد العربي ومتميزين على الصعيد العالمي، ونحقق مقولة جلالة الملك اللي هي ارفع رأسك يا أردني بالعمل والإنجاز. نسرين بقاعين لأنك النشمية التي تبحث عن المعرفة صباح مساء، سيسهل الله لك الطريق وسوف تصلين إلى هناك، حيث سيكون اسم الأردن في المقدمة.